اصعب فريق انا ما اعرفوش، بس ممكن يكون انا هجرب بقى، بس المهم ان انا ما اجريش. علاوي انت؟ لا انت عاوز صوت انت يا انت مش هينفع. علاوي انت اهلاوي؟ اه زملكاوي. دي اول حاجه حبيب اسالها لك، في الدوره مين اصعب فريق في البطوله؟ اصعب فريق انا ما اعرفوش، بس ممكن يكون انا. طب تاني سؤال، هتشارك في الدوره الرمضانيه دي ولا لا؟ انا مشارك. لا انت هتلعب مع فرقتك؟ العب ازاي بقى؟ انا بقى مش هلعب، انا اقدر اجري في الملعب العب. ماشي، لو هتشارك، لو هتشارك هتلعب في هجوم ولا دفاع؟ في الجون. انت كنت عارف مرمى قبل كده؟ هجرب بقى، بس المهم ان انا ما اجريش. طب مين افضل لعيب بالنسبه لك؟ افضل لعيب فارس سكر وبيكا. فارس سكر وبيكا افضل لعيبه بالنسبه لك؟ اه. مين افضل لعيب في اسكندرية؟ الصخرة. مين الصخرة؟ لعيب بكرة تتفرج عليه. طب انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. انت لا انت عاوز صوت انت يا انت مش هينفع. اهلاوي. انت اهلاوي؟ اه زملكاوي. دي انت مش من اسكندرية؟ مش المفروض تكون بتشجع اتحاد اسكندرية؟ تعمل الاتحاد سيدي البلد. ماشي، ايه رايك في تولي حسام حسن تدريب المنتخب؟ قول لي بقى. لا بقى ايه حسام حسن ده؟ ايه اكيد هيفرق. هيفرق كتير. هيفرق كتير. اه ماشي بيكا، شكرا. ده كان حوار مع يلا كوره. يلا كوره احلى. مساء. انت طيب. انت طيب.